السوق المركزي بوسط مدينة بسكرة إلى وكر للشباب المنحرف ورمي القمامة في ظل غياب الهيئات المعنية. تقرير علي رحاب. بعد أن تحولت بناية السوق المركزي وسط مدينة بسكرة إلى مرتع للشباب المنحرف ورمي القمامة، اتخذ التجار من هوامش السوق مكانا لعرض سلعهم عبر طاولات مخصصة للبيع. هذه الطاولات التي باتت القاذورات والمياه تحاصرها من كل جانب. همل فيها بعد عايشين معه، يحطك من الباب يقول لك روح اشكي، كان ما عدنا لا سلطة لا حكومة لا والو، ما كانش من يحمي واحد. احنا نحوس هذا اللي دارات، وين اللي صار يتحكم في هذه الامور؟ كما ان السوق لم يخلو حتى من عماله الاطفال وعن جمله المشاكل، يقول رئيس البلديه. اصحاب الدباره كذلك يساعدونا في نظافه السوق، عدم رمي البقايا في ليزافالوار في البلوعات، وخاصه وان البلديه خصصت يعني اماكن لرمي هذه القمامه، يساعدونا في وضع القمامه في الاماكن الخاصه، والبلديه بدورها تتعهد من اجل تدعيم وتقوية عدد العمال. واقع الحال هو بناية لسوق تنتظر انطلاق مشروع إعادة الاعتبار ومأكولات تطهى وتؤكل في بيئة أقل ما يقال عنها أنها غير نظيفة، فهل تنتظر هيئات الرقابة والوقاية حدوث كوارث لتقدم تقاريرها الصحية، أم أن صحة المواطن باتت في آخر اهتمامات المسؤولين؟ وعلى العكس من ذلك، تشكل الأوضاع البيئية المتدهورة بالمحيط المبني في مختلف بلديات ولاية أم البواقي محل اهتمام الحركة الجمعوية من خلال تنظيم حملات توعوية في الوسط الشباني بهدف محاربة كل أشكال التلوث. تقرير رشيد مقدمة. بالرغم من حجم المشاريع الموجهة لترقية أوضاع البيئة في عديد بلدية الولاية، يبقى الوضع البيئي في مدينة عين البيضاء يعاني التدهور، خاصة بالمجمعات الأهلة بالسكان نتيجة غياب سياسة الإدماج الفعلي للبيئة ضمن نشاطات وأهداف المجتمع المدني من جهة، والمصالح المعنية على وجه الخصوص. وللتقليل من تدهور البيئة، تسارع مختلف الجمعيات النشطة في هذا المجال إلى تنظيم حملات توعوية وتطوعية دعما للعمل الجمعوي الخاص بالبيئة. الوضع الكارثي البيئي اللي راهي تعاني منه مدينة عين البيضاء، لذا نتمناه من جميع المواطنين الواعيين انه يعاونونا، ولو كان غير بالقلب برك، فيسك الولاية والمدينة عين البيضاء راهي في وضع كارثي خاصة على المستوى البيئي. احنا نتمناو المبادرة هذه تكون تلقى صدى، وحنا هذه هي البداية، وبإذن الله كل أسبوع بإذن الله بالتنسيق مع بلدية عين البيضاء راح نديروا المبادرة هذه على مستوى إحياء جميع المدينة. نتمناو تلقى صدى هذه المبادرة، ونكون تكون أذان صاغية بيسك الوضع اللي رانا وصلنا له. وفيما تعاني العديد من المدن الحضرية بأم البواقي من وضع بيئي قاتم، ينبغي على الجميع تفعيل السياسة البيئية في المناطق المتدهورة مع إدماج الشباب والمواطنين عامة في الاستراتيجية الوطنية للبيئة. اجتماعيا، تعيش عائلة بنداني بطريق الميناء التجاري وسط مدينة مستغانم وضعية اجتماعية صعبة بعدما سدت جميع الأبواب في وجهها للاستفادة من مسكن ينهي معاناة عمرها سنوات كاملة. المزيد في ميكروفون أنيس بن حالة. وفي المجتمع الدبي شو الوضعية اللي رانا ساكنين فيها؟ هنا كاين، هنا كلشي كاين، هنا كاين الحقرة أمن مكاش، هنا كاين المحارفين، كاين هنا السراقين، كلشي كاين، كاع اللي يجوا هنايا يهونوا هنا. راني مريض، راني معاق، راني إنسان، راني مريض ومانيش من الجنب باش نخدم على ثلاثة تاع دراري. نطلب من المسؤولين واللي عنده أي حاجة يعاوني ولا يدعمني. الوسخ، ليزاغريسيون، ما عندناش أمن، ما عندناش حماية، بزاف صوالح صراولنا. يجي واحد يفوتوا منا علينا، يبغوا يخونوا يدخلوا عندي هنايا باسكو ما عنديش، مانيش مدرقه، مانيش، يجي يصدموا يخلعوا دراري. الصباح كي نبغي نروح نطيب قهوه ولا حاجه حتى نعفس على ولدي ونفوت، ما عنديش كي ندير، حنا خمسه نرقدوا في دار واحده. من جهته، اكد النائب الاول للمجلس الشعبي البلدي لمستغانم دراسه ملفهم وتصنيفهم ضمن السكنات الهشه قصد ترحيلهم. البلديه تسعى حتى تنظف هذا الحي اولا، ثم تجد حلا لهذه الأسرة وخاصة الزوج الذي هو معاق، فسوف يتم مراسلة رسمية لمصالح مديرية الشؤون الاجتماعية للتكفل
رسميا بهذا الزوج والأسرة نطمئنها كمسؤول محلي نيابة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أنها تدخل في إطار السكنات الهشة، والرئيس سوف يقوم بالتوصية لرئيس الدائرة حتى يتكفل رسميا بهذه الأسرة. في موضوع آخر، تعتبر فرقة داني داني بورقلة من الفرق الشعبية العريقة التي ولدت في وسط البدو، حيث تغني هذه الفرقة قصائد شعبية ومدائح في الأفراح والمناسبات. عبد العالي بكاري والتفاصيل. الفن هذا نتاع القصبة والطبل من صغري، من مولا 17-18 سنة بديت نمارس هذا الفن. أول حاجة بديت بالقصبة، هي الأولى اللي بديت فيها بشوي بشوي. تعلمت من واحد الشيخ يقول له الهامل العربي محمد المدعو بالتحرير، هو اللي بدأ يعلم فيها في القصبة، ومن بعد لزيت شوي للطبل. الهواية نتاع القناة هذا راني من تقريبا من 77 نتفكر واحد اللقطة، كان الشيخ حمادي مع الشيخ بحوس في واحد العرس، من ثم عدنا هو القناة هذا ونتبع الطبل شوية، ولكن الفضل يبقى للشيخ حمادي. هو هذا كان يديروه الناس البدو، أهل البدو هم اللي يديروه، دمينا متبعينه لهذه اللحظة ورانا إن شاء الله معه، ومن بعد إن شاء الله نخلفه نحن جيل ورانا على حساب القافية نتاع الحروف. ما هوش نقوله تبدأ بحرف وتتأخر، لا، لازم يتركب، يتركب كما البني نتاع الأساس، تحط الساس ومن بعد تبدأ تركب عليه، تعود تخلف الكلمة الزينة تقول. على كل حال، وهذا هو شيوختنا، هذا هم اللي دينوا منه. ختام النشرة المحلية، شكرا لكم والسلام عليكم.